سمو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الله بالظلمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهار لا يضيء عنها إلا هالك. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال الله تعالى في كلامه المجيد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أيها الإخوة، فإن الإسلام في صحة المرء وإيمانه، نتكلم من أهم موضوع التوحيد، هو التوحيد بالعقيدة البلاء والبراء لها من المكانة من التوحيد، هو العقيدة بالبراء والبراء أصل من أصول هذا الدين، فإن هذا الموضوع أي العقيدة البلاء والبراء وبالإسم الأخرى الموالاة والمعاداة، فإذا كان التوحيد هو الفيصل في دخول الجنة أو الخلود في النار، هو الذي يفصل بين الكفر والإيمان، فإن قضية البلاء لها من المكانة من التوحيد، حيث إنها تكاد تكون هي المحك الأساس في الفصل بين الموحد والمشرك، وبين ما سحت عقيدته ومن نقض إيمانه ومن خدش إسلامه. ولا عجب، فإن عقيدة البلاء والبراء أصل من أصول هذا الدين، ولا يصح الدين ولا يستقيم الإيمان ولا يكون هناك الإسلام لمن يحقق هذه العقيدة. أيها الإخوة وأيها المسلم وأيها الناس، معناه البلاء لله تعالى ولكتاب العزيز. عزيز دوستو بائرو، اللہ کے فضل و کرم سے تمام احباب اے ساتھیان جی دعاؤں سے ان ادارے میں تعلیمی تعمیری سلسلہ جاری ساری ہے. دوستو اج ہی فقید المس